إن من أهل الجنة لمن ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية. والله إن البشر ليقع على وجهك وأنت ترى والديك، فكيف إذا رأيت ربك ورب والديك؟ كلما دعاك الشيطان إلى أن تعصي الله فتذكر ما نعمة أن يجعلك الله ممن يمتع برؤيته، فإنك إذا تذكرت جلال الله، جلال الله وعظمته وجماله وكماله، اشتاق قلبك إلى هذه النعمة.